اعمال ايد يا راجل. اللي انا قلته امبارح ليك ولا اول امبارح، شوف النهارده عمرو جمال عمل تصريح ايه؟ قال لك مش هقعد احتياطي على الدكه الايفونا، خش على المواقع. قال لك مش انا، وفعلا اعتقد على الوطن تقريبا. نعم. على موقع الوطن. على موقع، وده اللي انا قلته. انا فاكر ده اللي انا قلته، ان ايفونا ده لما انا اجيبه كتره نار ملتهبه كده دخلها نادي الزمالك هتولع لي في الفريق. ده اللي حصل في الزمالك 10 سنين اللي فاتوا، ان لاعب تديله 9 مليون لاعب تديله 300,000، وكانوا فاكريني بهرج او بعمل. هو حضرتك انسحبت من الصفقه امتى؟ يوم ايه؟ انا ما رضيتش بالصفقه بصراحه. انا الراجل سعيد ده صاحب جدا، واخد بالك، قلنا اتفقنا مع بعض ان احنا نخلي النادي الاهلي اللي كان عنده 20 يدفعهم في لاعب عشان انا اشتري 16 17 لاعب. يعني ده كان اتفاق ما بينك وما بين رئيس نادي الوداد؟ هو الراجل قال كده النهارده، قال انا بتفاهم مع الاستاذ مرتضى كسبت 12 مليون جنيه. قال كده؟ ايوه بيه، شوف البيان بتاعه اللي عامله. طب هاتوا لي البيان يا جماعه بتاع رئيس نادي الوداد. يشربها الاستاذ محمود طاهر والهنا والشفا، واخد بالك، انا بدي له هديه مني ليه، وادي البوادر اللي انا قلت لك. فاكر لما قلت لك طب ورمضان صبحي بكام؟ طب بيزيد بياخد كام؟ رمضان صبحي 300,000. النهارده عمرو جمال هيخش على الموقع. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، جمهور النادي الاهلي مش فارقه معايا الدفع فيه 100 مليون ولا 500 مليون، اهم حاجه ان هو لعيب كويس جالهم. يا يعني استاذ الفاضل، ما هو برضه القضيه مش، انا قلت لك مش الفلوس. القضيه اللي هيحصل في النفوس بتاعه اللعيبه. فهمت قصدك. مش هي دي القضيه. ما انا اي تاجر مخدرات دلوقتي بيتاجر في الحديد ولا بيتاجر في شركه اتصالات ولا بيتاجر في ضفه الطين هباب، ما ممكن يدفع المبلغ دوت، او اي حرامي اراضي واخد بالك سرق الاراضي بتاع مصر. طب انت يا سياده المستشار بتعاني البترول اللي سارقين بترول مصر والدوله سايباهم، ممكن يدفع المبلغ. انت بتعاني يا سياده المستشار، ما عندكش رجال اعمال زملكاويه بيساعدوك في المقابل. النادي الاهلي عنده رجال اعمال. لا، عايز رجال اعمال الزملكاويه بعيدوا عني. ما يحجزوش عليا ولا يعودوا يتمنظروا في المواقع، بس بعيدوا عننا. مفيش ولا رجل اعمال زملكاوي دفع لك جنيه؟ اقسم بالله العظيم ولا 5 ساخ. تمام. وكل اللي اتعمل ده خالد، وبقول تاني وبتحدى ممدوح عباس اللي بيقول لك هو اللي دافع فلوس حازم امام، جلال ابراهيم كرئيس النادي وانا عضو مجلس اداره، اللي دافع فلوس حازم امام من ايطاليا كلها نادي الزمالك ممدوح عباس ما دفعش مليم. ممدوح عباس كان بيعمل ايه بقى؟ كان بيروح مدي عيل تحت الترابيزه مثلا 100,000 جنيه واخد بالك، عشان عنده حفيده عيد ميلاده، فال 24 لاعب يضايقوا واخد بالك، ده يقول لك الواد ده جاي يشال حفيدي وهيشتكوا، فادي له 50,000 جنيه، كانوا بيضايقوا اللعيبه. انا بقول في كتله نار دخلت في النادي الاهلي، اعوذ بالله، اسمها ايفونا. انت عارف ان ايفونا والولد الثاني جون انتوني دول ثمنهم اكثر من 75 مليون جنيه؟ انت عارف كل اللعيبه اللي انا اتفقت معاها والله العظيم 17 لاعب يا خالد. خلاص هتقول لي 17 ليه؟ عشان اسمه هنيدي ده لما يجي يتكلم اقول له لا تعالى بقى اصطب. تعالى حبيبي. ايوه بس الزمالك يا سياده المستشار مش محتاج اكتر من 6 7 لعيبه. انا بقول لك اهو. تعالى دلوقتي نادي المقص عايز لاعب من نادي الشرطه. ونادي واللاعب ده انا اتفقت معاه. خلاص؟ عايزه استاذ محمد عبد السلام من عينيا الاثنين، بس اديني فلان. ما انا مش تلميذ. عشان واحد زي ولادي دي ولا هيولادي دي ولا طيب انت قلت اسمه يتحكم فينا. عمرو السوليه، عمرو السوليه، انا على حد علمي ان الحاج محمد ابو السعود جاب كابتن طارق يحيى وجاب وكيل اللاعب ومجلس الاداره، وهو جه وحطوا له 3 مليون ونص عشان يجدد نفس المبلغ اللي النادي الاهلي عرضه عليه، والولد ما جاش، ما راح لهمش. انت شايف عمرو السوليه؟ بص، اصل مفيش لاعب متعاقد مع النادي هيمشي غصب عن النادي. صحيح. عشان يجيب من الاخر. وانا لو عندي لاعب زي عمرو السوليه وهيعاندني اقول له خلاص خليك السنه. لا، ومفيش لاعب هيمضي في نادي غصب عنه. يعني ما ما يعني لو هو مش عايز الزمالك. قلت لك قبل كده يا خالد، انت مش هتاخد لاعب غصب عنه، ومفيش لاعب هتاخد من النادي غصب عن النادي. خلاص؟ كلام واضح اهو. الا اذا كان في المناوره بتاعت الوداد دي لغايه ما يعني الكعك 48 مليون جنيه، وانا هو كلامي واضح لوزير الشباب والرياضه. انا بقول لوزير الشباب والرياضه دي 2 مليون جنيه يعمل حمامات سباحه تخدم 100,000، هيقول لي اصل النادي الاهلي، هيقول له اسف، اوعى تقول لي النادي الاهلي. النادي الاهلي اشترى اثنين لعيبه ب 75 مليون، تعالى بقى في الغلابه اللي زينا عايزين نعمل حمامات سباحه، نعمل حدائق، نعمل ملاعب ناشئين، بنعمل ملاعب خماسيه، بنعمل طايره سله، نعمل مكتبه كبيره للاعضاء، عملنا 5 حمامات سباحه. فالوزير لو جه قال لي اصل الاهلي، هيقول اقول له انا اسف. طيب، موقع كبير، احترامي طبعا للنادي يعني. طيب، موقع كبير شكله كده بيرد على حضرتك، يعني موقع كبير
بعد ما انت فتحت موضوع ان هو قدمت عرض الام بي ومنهم صالح جمعه، صالح جمعه تصريح رسمي كده ليه بيقول بعد معسكر المنتخب الاولمبي هروح اتمرن مع النادي الاهلي. والله بص، يروح اتمرن في النادي الاهلي، يروح اتمرن في نادي السنه. صالح جمعه هو ووكيله اتحايلوا على حق، طب اسال ميدو. وشنطه الفلوس راحت. عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي ولا مجدي عبد الرحمن. وبعدين في الاخر ده عرض وطلب. نادي انبي لو باعوا ناقص جنيه على العرض بتاعي، نادي انبي هيخش في الكلابوش. كلامي يعني موقف. حضرتك هتزود اصل بص عايز اقول لك، رغبه اللاعب في حاله واحده، لو الفلوس واحده، غير الفلوس واحده لما يكون عادي اللاعب خلص يعني فاضل له 6 اشهر. ايوه بس مثلا لو في عرض من الاهلي بخمسه وفي عرض من الزمالك بسته، لازم يكون عرض الاهلي بسته لو هو عايز الاهلي. برافو عليك، فهمت قصدك. اللاعب العيال بتاع صالح ده مش هيمشي معانا، انا مع صالح السنه دي. تمام، طلع بطل معانا السنه دي يعني ان شاء الله، شكله هيبطل كره السنه دي يعني. والله طيب. اللي حط 10 حط 11 هل موضوع محمد 50 مليون؟ طب استاذ مشار، هل موضوع محمد ابراهيم خلاص كده رجع؟ محمد ابراهيم عامل عقد يعني. ايوه رجع خلاص يعني، خلصته مع ماريتمو البرتغالي ده ولا يا بيه؟ خلاص في اتفاق يا بيه، بس كنا عايزين نبعت فلوس بتاعتهم اسم الاقساط، بس انت عارف كان محجوز على النادي. شيكابالا بعد العيد في وفد هيسافر، وشيكابالا هيسافر. شيكابالا كان معايا دلوقتي في العزاء بتاع الفنان سامي العدل، وانا كنت هناك لسه جاي من هناك. كان معايا، هو كان مع احمد مرتضى وامير مرتضى، شيكابالا حازم امام كان هناك، عمر جابر. خلاص قلت له بص يا شيكابالا، كلمتين ما لهمش تاني بعد العيد، هدعو السفير البرتغالي عندي في النادي، والراجل ده لبس في الزمالك قبل كده. خلاص، وهو صديقه رئيس النادي هناك، صديقه يكلمه يقول له شيكابالا جاي مع وفد، هيعمل اعتذار رسمي هو الوفد. تمام، وعايزين بقى الفلوس اللي اندفعت خدوها. تمام، بس كده انت هتدخل السفير البرتغالي، وانت مش عايز السفرة زي السفير السعودي ما دخل في صفقة جون، انت كده هتدخل السفير البرتغالي في صفقة شيكو. البرتغالي بيحل مشكلة. ده مشكلة ما بيننا وبين البرتغال بسبب لاعب. هو اللاعب ده اصلا كان برتغالي وبجيبه. تمام. بالك ولا انا السفير السعودي مش عايز اتكلم، بس عشان السفير السعودي راجل محترم وعزمنا قبل كده، مش هنتكلم كتير يعني. تمام. بالك وخلاص يعني، ازمه وعدت ما تعملش مشكله ثاني بيني وبين السفير يا اخي. تمام رايحين نحج السفادي باذن الله. تمام، شكرك سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. تعال نروح لتقرير مع جمهور نادي الزمالك بعد